ظل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مصدر قلق طوال فترة الوباء، ففي أحدث جهد لكشف الأعراض المخفية وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على هذا الجهاز The Tiger Tech COVID Plus Monitor، وهو عبارة عن شريط الذراع الذي يستخدم مستشعرات ضوئية ومعالج حاسب صغير للتحقق من المؤشرات الحيوية للفيروس مثل فرط التخثر. ما هو فرط التخثر؟ هو شذوذ فيروس كورونا الشائع والذي يتسبب في تجلط الدم وبسهولة كبيرة. يتميز هذا الجهاز إذن بقدراته على قراءة درجات حرارة دقيقة التي في العادة لا تفي بمعايير الحمى. يوضع الجهاز بذراع الشخص الأيسر، ومن ثم تبدأ المستشعرات بجمع إشارات النبض من تدفق الدم على مدى 3 إلى 5 دقائق.